Allahu Ekber, 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 Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. فرد حي قيوم حكم عدل قدوس فأنزل الله سكينته عليه لا يحزنهم الفزع الأكبر يرزقون فرحين بما آتاهم سلام قولا من رب رحيم يا نار كوني بردا وسلاما للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والحمد لله رب العالمين على الإيمان بالله وعلى وحدانيته وعلى كل اسم من أسمائه تعالى وعلى كل صفة من صفاته سبحانه حمدا بعدد جميع تجليات أسمائه وصفاته جل جلاله من الأزل إلى الأبد لا إله إلا هو بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس فأنزل الله سكينته عليه لا يحزنهم الفزع الأكبر يرزقون فرحين بما آتاهم سلام قولا من رب رحيم يا نار كوني بردا وسلاما للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والحمد لله رب العالمين على الرسالة المحمدية والإيمان بها حمدا بعدد حسنات محمد صلى الله عليه وسلم وكمالاته وثمراته وفوائده وبعدد حسنات آله وأصحابه وأمته عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس فأنزل الله سكينته عليه لا يحزنهم الفزع الأكبر يرزقون فرحين بما آتاهم سلام قولا من رب رحيم يا نار كوني بردا وسلاما للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والحمد لله رب العالمين على القرآن والإيمان به حمدا بعدد معاني القرآن المتصورة في الأفهام وبعدد كلماته وحروفاته المتمثلة في الهواء إلى آخر الزمان بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس فأنزل الله سكينته عليه لا يحزنهم الفزع الأكبر يرزقون فرحين بما آتاهم سلام قولا من رب رحيم يا نار كوني بردا وسلاما للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان والقرآن والإسلام حمدا بعدد الملائكة والروحانيات والأنام وتسبيحاتهم وتحميداتهم وتكبيراتهم وتهليلاتهم في جميع الأزمان بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس
فأنزل الله سكينته عليه لا يحزنهم الفزع الأكبر يرزقون فرحين بما آتاهم سلام قولا من رب رحيم يا نار كوني بردا وسلاما للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان والقرآن بعدد النجوم وحركاتها وسكناتها وذراتها بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس فأنزل الله سكينته عليه لا يحزنهم الفزع الأكبر يرزقون فرحين بما آتاهم سلام قولا من رب رحيم يا نار كوني بردا وسلاما للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والحمد لله رب العالمين على الإيمان والقرآن بعدد النباتات والأشجار وأوراقها وأزهارها وأثمارها وبذورها وتسبيحاتها وتحميداتها بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس فأنزل الله سكينته عليه لا يحزنهم الفزع الأكبر يرزقون فرحين بما آتاهم سلام قولا من رب رحيم يا نار كوني بردا وسلاما للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان والقرآن حمدا بعدد الطيور والطويرات والحيوانات والحوينات وأصواتها وأنفاسها وتسبيحاتها وتحميداتها بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس فأنزل الله سكينته عليه لا يحزنهم الفزع الأكبر يرزقون فرحين بما آتاهم سلام قولا من رب رحيم يا نار كوني بردا وسلاما للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والحمد لله رب العالمين على إنعامات الله علينا بالأطعمة والنعم حمدا بعدد جميع الأطعمة والنعم وأنواعها وروائحها وطعومها وأجزائها بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس فأنزل الله سكينته عليه لا يحزنهم الفزع الأكبر يرزقون فرحين بما آتاهم سلام قولا من رب رحيم يا نار كوني بردا وسلاما للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والحمد لله رب العالمين على إنعامات الله علينا بالإيمان والقرآن
وبرسالة النور وبليلة القدر والمعراج والبراءة والرغائب حمدا بعدد عشرات دقائق ليلة القدر وليلة المعراج وليلة البراءة وليلة الرغائب وعشرات دقائق شهر رمضان وبعدد حروفات رسالة النور المكتوبة والمقروءة إلى آخر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. فرد حي قيوم حكم عدل قدوس. فأنزل الله سكينته عليه لا يحزنهم الفزع الأكبر يرزقون فرحين بما آتاهم سلام قولا من رب رحيم. يا نار كوني بردا وسلاما للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن بعدد ثوابات قراءة كلمات القرآن وحروفه من أول النزول إلى آخر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. فرد حي قيوم حكم عدل قدوس. فأنزل الله سكينته عليه لا يحزنهم الفزع الأكبر يرزقون فرحين بما آتاهم سلام قولا من رب رحيم. يا نار كوني بردا وسلاما للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان والإسلامية التي هي مرضيات رب العالمين حمدا بعدد حسنات المؤمنين والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فرد حي قيوم حكم عدل قدوس. فأنزل الله سكينته عليه لا يحزنهم الفزع الأكبر يرزقون فرحين بما آتاهم سلام قولا من رب رحيم. يا نار كوني بردا وسلاما للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن والإيمان ورسائل النور حمدا بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبيحاتها. بسم الله الرحمن الرحيم. فرد حي قيوم حكم عدل قدوس. فأنزل الله سكينته عليه لا يحزنهم الفزع الأكبر يرزقون فرحين بما آتاهم سلام قولا من رب رحيم. يا نار كوني بردا وسلاما للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والحمد لله رب العالمين على القرآن والإيمان والإسلام حمدا بعدد أوراق الأشجار وأمواج البحار وقطرات الأمطار ونغمات الأطيار ولمعات الأنوار وبذور الأزهار ونواتات الأثمار في جميع الأعصار والأقطار.
بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس فأنزل الله سكينته عليه لا يحزنهم الفزع الأكبر يرزقون فرحين بما آتاهم سلام قولا من رب رحيم يا نار كوني بردا وسلاما للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والحمد لله رب العالمين على الإيمان والقرآن بعدد المعادن والمواليد وخاصياتها وثمراتها ومنافعها بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس فأنزل الله سكينته عليه لا يحزنهم الفزع الأكبر يرزقون فرحين بما آتاهم سلام قولا من رب رحيم يا نار كوني بردا وسلاما للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والحمد لله رب العالمين على الإيمان والقرآن والإسلام حمدا بعدد الأملاك والأرواح والإنس والجان والنبات والحيوان وتحميداتها وتسبيحاتها في جميع الأزمان بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس فأنزل الله سكينته عليه لا يحزنهم الفزع الأكبر يرزقون فرحين بما آتاهم سلام قولا من رب رحيم يا نار كوني بردا وسلاما للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن والإيمان ورسائل النور حمدا ملأ البر والبحر والعرش والكرسي والأرض والسماء بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس فأنزل الله سكينته عليه لا يحزنهم الفزع الأكبر يرزقون فرحين بما آتاهم سلام قولا من رب رحيم يا نار كوني بردا وسلاما للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والحمد لله رب العالمين على الآخرة والإيمان بها حمدا ملأ الدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس فأنزل الله سكينته عليه لا يحزنهم الفزع الأكبر يرزقون فرحين بما آتاهم سلام قولا من رب رحيم يا نار كوني بردا وسلاما للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والحمد لله رب العالمين على الجنة والإيمان بها حمدا ملأ الجنات بعدد إنعامات الله تعالى على أهلها أبد الآبدين بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس فأنزل الله سكينته عليه
لا يحزنهم الفزع الأكبر يرزقون فرحين بما آتاهم سلام قولا من رب رحيم يا نار كوني بردا وسلاما للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والحمد لله رب العالمين على كل من نعمه حمدا بعدد كل نعمه كما يليق بجنابه جل جلاله يا الله يا رحمن يا رحيم يا فرد يا حي يا قيوم يا حكم يا عدل يا قدوس بحق اسمك الأعظم وبحق آيات فرقانك الأحكم صل على سيدنا محمد رسولك الأكرم بعدد ذرات وجودنا وبعدد عاشرات دقائق عمرنا وحياتنا وأنزل علينا وعلى طلبة رسائل النور السكينة والتمكين والإطمئنان كما أنزلت على نبيك المختار عليه الصلاة والسلام وأنزل علينا وعلى طلبة رسائل النور السكينة والإيمان الخالص واليقين الكامل والنية الصادقة والمتانة الأتم في خدمة القرآن والإيمان وآمن فزعنا بدفع البدعيات الهائلات عن شعائر الإسلام وفرح قلوبنا بإعلان الشعائر الإسلامية عن قريب الزمان وبنشر الرسائل النور بكمال الرواج بين العالم الإسلام وسلمنا وسلم ديننا وسلم رسائل النور وطلبتها من تجاوز الملحدين وارزقنا وارزق أستاذنا سعيد النرسي رضي الله عنه وارزق طلبة رسالة النور السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة واشف أمراضنا واجعل القرآن شفاء لنا ولهم من كل داء واجعلنا واجعلهم من الحامدين الشاكرين دائما آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين آمين.